هل يعذر من يدعو الأولياء ويستغيث بهم ولو كان يعيش بين المسلمين ويسمع القرآن والسنة؟ لا يعذر، لأن الحجة قامت عليه. إنما المنقطع الذي لم يسمع شيئا ولم يصل إليه شيء، هذا يعتبر من أهل الفترة، لا بد يبين له. وأما اللي يعيش مع المسلمين ويسمع الإذاعات ويسمع المحاضرات ويسمع كلام أهل العلم، قامت عليه الحجة فلا يعذر. نعم.